ما رأيكم في دعاء ختم القرآن؟ نرجو التفصيل في ذلك مع ذكر الأدلة ورد شبهات المستدلين بالأثر الوارد عن أنس رضي الله عنه في ختم القرآن، وما صحة كتاب دعاء ختم القرآن المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. دعاء ختم القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فقد كان جبريل يعرض النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على جبريل، أو جبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في كل عام مرة، فلاحظوا في العام الذي سيتوفى فيه عرض عليه مرتين ولم ينقل انهم يدعون بذلك الدعاء الطويل العريض، وهكذا ايضا ما هو موجود في اخر المصاحف لم ينقل او لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والدعاء ينبغي ان يحرص على الدعاء في جميع الاوقات، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير في سنن ابي داود وجامع الترمذي الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء هو العبادة وهو من افضل القربات، لكن تخصيصه عقب ختم القرآن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واما ما ورد عن انس فهو ليس بحجة، يقول الله سبحانه وتعالى قد لا هذا ينبر، فإنني بعيد عهد في البحث عما ورد عن أنس، فإن ثبت فليس بحجة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم نحن نتحداهم أن يثبتوا أن هذا الدعاء الطويل العريض ورد عن أنس فما هو الذي ورد عن أنس؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحسن في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا إن قيل إن هناك قشورا ولباب فهذه الأشياء التي تضاف إلى الدين تعتبر قشورا، أما الدين فليس له قشور ولباب، ولسنا من أهل دعوة القشور واللباب، لكن هذه الأشياء التي تضاف إلى الدين هي تعتبر قشورا. وأنا أرى لمن أراد أن يقتدي في الأئمة في الحرمين أرى أن يصلي معهم، فإذا يصلي معهم 11 ركعة أو 10 ركعات أو 8 ركعات ثم يوتر ويقنط على السنة. وهكذا أيضا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا أيضا الدعاء الوارد عن شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يشك فيه، فشيخ الإسلام ابن تيمية من أحرص الناس على اتباع الهدى واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ولو ثبت أوضاع فليس بحجة، والتقليد نعتبره محرما، لكنه لم يثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية.